me. Pictures of Lenny, sipping my glass full of Henny. Hands on my semi, automatic kills for pennies. Approach for contact, cause I'm live, I'm on the block. Soon as I open fire, niggas die with open eyes. Scared to take a nap, it's a trap below. جدد الراب لازم يجدد. هذه هرجة قلتها قبل سنتين معاك يا حسان وما زلت أقولها، الراب بكلاش بدون كلاش مستمر. وماشي صح. على الناس انه يستوعبوا ذا الموضوع صح مزبوط. والعالم الجديد جالس يفرض حاجات جديدة يعني صح واحتراماتي وتقديري يعني. حبيبي المنظمة ما عملت دعاية انه كلاش حيعمل صح، لكن انا سويت دعايتي في الانستغرام فقط صح. يوم يمكن كان عندي 30,000 واحد فقط في الانستغرام. كم دحين ما شاء الله؟ 58. انا ما اعتبر انها معيار. هل هذه معيار؟ انا اعرف انه لا انا اعرف انه انا عندي شعبيه في الشارع اكثر من السوشيال ميديا ما شاء الله. تملك الشعبيه املك الاهليه، ماضيكم بايس اسود على المنطقه الغربيه. لا عرابة بعد اليوم، لا عرافه، لا مجال للخرافه، لا مجال للسخافه. بالوضوح النفاق مع واحد زي ما هو مسموح. ايوه اللي بقلبي على لساني، على السجية ما اعطيك وجه ثاني. ايوه فلو تبغاني ادق معك نظيف، دق نظيف لا تشبرني اصير انسان عنيف. ما في دق نظيفة مني ايه بوي، ما ستسقى يد علقة لب قدم نين دق اول او تين انا قدم نين وانا قدم دين. فكر فيها شوية تدري وجه طارفين. قبل نسب فعل فاعل واحد تشهر سعادة طارق ذا كريمينال فوم جي اي دي وسارة مين شوفهم نامي ما يصفر قدامي. احلى حاجة فيني ان اوصل لهم سلامي. كلامه هذا ما يعجبني كلام يروح يبلا إيريك هذا. عرّب أنا اللي فتحت هذا الباب وفتحت عيون الناس عليه. فتحت هذا الباب وفتحت عيون الناس. يا التعابة يا الشلابة بكتب من دمكم كتابة. اللي يجي في خط العرّب بقلب حياته كآبة. اللي يجي في خط العرّب بقلب حياته كآبة. وفي اللي أصله بيزرع يبغى يلعب على العقول. شفته على الشاشة قلناك إنه سكول قصده فاشل في الدراسة لسه يداوم في الفصول. لازال كلاش فاشل. آسف يا كلاش ما بنا شي بس بالراب ما بنجامل. لحد لا كلاش لا سلو، هنا كلام هنا فلو. جاي الحلوة الشاردة اندمسي أمين مش أمين مصر أكيد يحب المش والسمك الفاسدة. عشان كده احتضر رابر منتهي الصلاحية طالع شرق بس ضربة من الجهة الغربية. انا المالكون يلي طولك انت بنحسب بالإيش قصير القامة شكلك لبركون بس ناقصك الروح. ما في دق نظيفة مني ايه بوي ما ستسقى. لا عرابة بعد اليوم، لا عرافة، لا مجال للخرافة، لا مجال للسخافة. افتك كل اللي حولك شرد وانا سدد موتك فوري ما راح تلحق تقول موحد. انا اتحدى واحد فيهم يجي ويتكلم امامي ما غير عشق سلاحي واستحتفته قدامي. الراب الراب المهياب رابر عصامي ابقى عليهم العم لما تتحلى العظام. ايوه زعامة الراب السعودي فجأة لقوني ست ملك والراب اميرتي لاني مدري كل من في الساحة اوف كبيرة دي. انزل لي انا ملك الراب السعودية من اخر 2013 مسكت الراب دحين داخلين في 2015 وانا برضو ملك الراب في السعودية. وريني ايش عندك. زعامة الراب السعودي ترضى ولا ما ترضى غصبا عن امك هنا في حال وجودي. هذا الكلام ما في نقاش. تسمع راب عرب قصد التلاش لان اليوم اسأل في الشارع تسمع راب يرد قصد التلاش. ايش اللي صاير في المجتمع تسأل ايش اللي صاير احنا باقي. الأعداء داعس هم تحت رجولي واطين تحلق من التفين. لو قصت حست وحست وفست وحست على القمم وهم متفرجين. يقول البيف مكيدة فينا وكلاش يحمينا. نسيت تسب كلاش والجوكر يمشي بشوره. واحد يسب كلاش والثاني ينشر موحدين. كل ما أمشي في طريق يتعلقوا بطرف ثيابي وأنا طبطب على رفتي في خشب وقالوا ما ناشير.
الدولة غير عادي لا كلاب مشاهير صو الناس تحسبهم كلاب أساساتهم هشة أطعنهم طحن أنثرهم رماد الساحة وأكنس أشلاءهم بالمقشة مبسرة رباتهم مسخرة عكس رباتي المفخرة رباتي أنا تمشيهم على المسطح بلا تردد قوة الفكر بلا تلبد أنا قلبي في حالة تجمد لأن شفنا العنة قلوبنا زي الصخر تعب الكسر بكل فرح حتى الفرخ المهلوى يقول قلبي هجر يا بزر أمس رجع حب أمك اللعب معي خطر وأحب أقول لهم أنه أنا ما حخذلهم وقد ما يطلبون أنه يا كلاش لا ترجع للدسات لا ترجع للدسات أنا أطمنهم أنه الفترة هذه أنا ماني شايف ند أنه أنا أرجع له للدسات أوكي. فكلهم يعني لسه في أول عتبة ما هو شايف ند لأنه فاقع كيف يصر لك ند وانت أصلا شارد عرفتوا ليش ما في ند لأني كل ما طالع في واحد معاديني يطلع لي مستجد ند من جد انت مستعد يلا عد خلينا نشوف من فيهم معي شد فعل ماضي من خيانة نهاية أي واحد يوم يحقق للأمانة في ظهري جو هياما بس في وجهي جو ميانة الموضوع الكان تكلم أرينا وديزرت فورس بيضبط لنا حلبة عشان يجي يتضارب مع العيال زمان الحركات هذه اللي انت ذحين قاعد تسويها ذحين بعمرك ذا 32-33 كنت نسويها واحنا عمرنا 18-15 في الحارة بعد كده حكاية وكنا في الحارة نلعب كورة كنا لما نحط واحد في راسنا نغسل وجهه في الملعب والشوط ما خلص نتضارب كنا زي كده انا بكلم لك الحلبة واتفق مع اصحابي اللي في ديزرت فورس ايش شغل البيتوتين هذا يا عمي حل يا عمي بقوة الحل يكسر بلاكاش انا اكسر حنك ويتمسكن هم خلك رجال تعال قدامي سوي كامس وربي غير تتربط هنا وترمي في الشنطة هذا لو فيكم رجال أما في الراب أنا داعس على الجميع في كل الأحوال للراب السعودي إلى الآن يعني هو دون المتوسط دون المتوسط دون المتوسط أوكي ليش؟ عشان أول شيء قلة الرابرز أوكي قلة الرابرز ولا قلة الرابرز كويسين لأنه يعني في ما شاء الله يعني في كرابرز كنمبر في مو أي واحد ترى طلع على مايك وغنى ممكن أنا أسمي رابر لا مو شرط هذا مش هذا القاعدة اللي أنا حقول عليك رابر إن شاء الله لو كنتوا مليون واحد تغنوا بالطريقة دي وأنتوا مش تمام ما أنتوا رابرز لو إيش فهم إلى الآن اللي في الساحة قلة وطايحين كل واحد يعني إذا أحد ما نزل ديس إذا أحد ما نزل ديست ينزل أغنية يرفع لنفسه هو أصلا ما سوى شيء مسيرته لسه ما سوى أي حاجة وهذا خطأ بالنسبة لك أنت الحين خاصة دحين أنت بعد الخبرة اللي أنت اكتسبتها أيوة من أيوة الدسات أيوة أنا أشوف أنه هذا خطأ لا تبدأ بدسات لا تبدأ ترفع في نفسك وأنت ما سويت أي حاجة فأحسن لك يعني أنت كرابر أنه أنت كون لك قاعدة أما في الراب أنا داعس على الجميع في كل الأحوال تبغوها بالتاريخ ولا بقوة القوافي تبغوها إنجازات ما عندكم عوافي تبغوها بالحفلات طيب ولا بالصيد دورت في سجلاتهم بس للأسف ما لقيت لأن اليوم أسمع منهم شكلات على اللحن يعيدوا السنة لو حد منهم جاء عندي وامتحن أنا المدرسة أنا الأول بالمبدأ أنا ببدأ إلى مدة ما فجرت الألحان من جدة والجدة وعن جدة بتكلم الآن في كل حرف جدة تلاقي لنا فيها عنوان شمال جنوب الإنجليزي من كل مكان يحسب سحر من فين طلعوا لك تبغى تحط رجولك اساطير جدا هذا من داخل راسي لانه الاساطير كذبه راس كامل عم بيردد وي ستيل ذا سيم وفجاه قلب على كلاش ابو وجهي يلا افهموني وقتوا معاي أنا طاحت وقت تعلم فراسي قولوا عني متهور أو حتى قولوا عني مجنون أنا طاحت وقت تعلم فراسي أنا المدرسة يا
ما تعلموا من الصبيان أجلد ناس أدعم ناس يدعوا العداوة الآن يم عصبي والسعد والسعد أقلب الوساد وأخليها مكة هنا الجانب الغربي أعطيني الشخص حق مصالح وثبه أعطيك وجه بدون ملامح خشبة بالخشب وسط اللهب ما هو ضرب وجه انضرب شوف العجب غضة عرب لما تشوف وجهك انعضب ما هو صعب هرج الطرب أرمي جلب سوي شغب بس الصعب لما أشوفك توقف لا يقولوا شرب هذه محاولة تسلح في الأخير هذا موضوع عابر بالنسبة لي وما حيصير شيء اضطريت للرد لأنه الجمهور كان يبغى مني رد ما عندي شيء ثاني صفكم من الكلام هذا كله اللي قاعد يصير أنا مركز على نفسي إن شاء الله حتشوفوا رجع بدون توقف أنا واللي في جدة لجت كلنا بإذن واحد أحد 2015 دي سنتنا إيش فراس بيسأل إيش رأيك في الرابرز في الدسات اللي صايرة بين النخبة و 217 أنا شغال على نفسي نايس شوف الأسئلة كذا الأجوبة على طول أقول لهم أنه أنا ما حخذلهم وقد ما يطلبون أنه يا كلاش لا ترجع للدسات لا ترجع للدسات أنا أطمنهم أنه الفترة هذه أنا ماني شايف ند أنه أنا أرجع له للدسات مومسات بيجروني للرذيلة معجبات بشخصي يعرفوا المهياب راعي الطويلة وانا تبت من الرذيلة ما هي قلة حيلة خطواتي ثقيلة يلمحوني ينسكوا اقرب تحويلة الرمم هم عارفين انهم رمم منهم حاسد ومملوك ومن كان يمسح للجسم جايين يسوقوا المعلمة يلا هش انت وهو لسوي فيكم ملحمة هذولا مبزرة ما فيهم حتى واحد رجال في ميزان الرجال ما فيهم من يسوى ريال على سيرة السؤال ده في ناس كثير ما هم عارفين انا ايش طبيعة علاقتي انا وجروب الحرس لحين اقول لك هرجة الدسات اللي كانت بتصير بيني وبين مجاهد وبيني وبين جروب الحرس تلين اغنية تقول لك ايش هذه كلها ما نعرف بعض والهروج كلها واقية مليون في المية بعد الاغنية حق تقول لك ايش بفترة طويلة انا تواصلت مع واوي بنفسي وتقدر تسألوه قلت له يا ابوي انت فينكم ايش صار معاه لانه بصراحة انا ما كنت اخذ الهرجة بشخصية لو اني اخذ الهرجة بشخصية ما كنت حقعد اقلبها وناسة وطقطقة وهم نفس الكلام كانوا وناسة وطقطقة وما حد يسب ولا شيء المهم خلاصة الموضوع اكتشفت انه صارت لهم اشياء هي اللي اخرتهم على انهم يردوا خلاص اتكلمنا وكذا وبدأنا في هاشتاج احنا العرب ولمينا الرابرز الثاني للأسف في فترة هاشتاج احنا العرب انا توقعت انه عشان اتحالفت القوى وصرنا كلنا يد واحدة للوطن الناس حيدعمونا لكن ولا احد داري عنه ومن ذاك اليوم بصراحة خلاص كروتنا صارت مكشوفة البعض صرت انا اقول لواوي كل الهروج والمستجدات وصار هو يقول لي حتى لما نزلنا الدسات على بعض سمعنا البعض ينزلوا دسات في بعض ويضحكوا لبعض ايام اول اللي يغلط انتبش لما نشوفه التعب عمارك كان تنجين المكة رابرز الحين صاروا نافسوا الخطر يسبك يقول لك يا ككة الراب في خطر تعب او بالاصح غلاب اسمع الشباك واتامل منظر الشروق احنا القاعده الغربيه وانتو جانب لانه المساحه للاسود والجوانب للارانب لانه دام منكم ارانب لا تعيشوا دور الثيابه كيف يصير لك ند وانت اصلا شارد رهاين الغزوة كثير والأغرب من ذلك إن الوحش اللي فيهم صار من العصافير كل شيء وله زمان الحلوة الشاردة اندمسي أمين مش اتلاش صح شوي ما عاد لك بالرابية أمل الهيبة يبقى هيبة حتى لو طول الغيبة كلاشينكوف مجرد اسمه يسبب ريبة ذولا عيبة في الرابل تم الرمة على الخيبة الأسود في العرين جاهزة تستنى صيدة الدسات اللي صايره بين النخبه و217 انا شغال على نفسي اضطريت للرد لانه الجمهور كان يبغى مني رد ما عندي شيء ثاني صفكم من الكلام هذا كله اللي قاعد يصير انا مركز على نفسي ان شاء الله حتشوفوا رجع بدون توقف اخذلهم وقد ما يطلبون انه يا كلاش لا ترجع للدسات لا ترجع للدسات انا اطمنهم انه الفتره هذه انا ماني شايف ند انه انا ارجع له للدسات اسمع يا بزر انت وهو لما اكون شغال على نفسي واقول اني مبطل دسات لا تحسب انها فرصتك تجي تتمعلم على اللي علمك الرب يلا تقلع انت وهو مرتو خايفين يا هو 187 القتل الفوري و217
المغازين والقتل الفوري راح يكون عنوان لل 187 West Coast G's The Real 187 Jeddah City Clash AKA موحد تحسبهم كنابي أساساتهم هشة أطحنهم طحن أنثرهم رماد في الساحة واكنس أشلاءهم بالمقشة مبزر رباتهم مسخرة عكس رباتي المفخرة رباتي أنا تمشيهم على المسطرة حتى الفرخ المحلوى يقول قلبي هجر يا بزر أمشي رجاح أضمك اللعب معي خطر جاهزة تستنى صيدة يلا هذا اخر واحد كامل؟ ايوه انا المدرسة يا ما تعلموا من الصبيان اجلد ناس ادعم ناس يدعوا العداوة الان